يا مساء الفل على أحلى متابعين، تحياتي ليكم من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة وسعادة. أنا نرمين بقدم ليكم وصفات هتغير معاكم شكل وطعم الأكل بتاع زمان. لو لسه جديدة في القناة يا ريت تنزلي تعملي كلمة اشتراك، تدوسي على كلمة اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الوصفات اللي بقدمها في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض الفول، بس مش أي فول، لأن لو خلص الفول أنا مش مسؤول. النهاردة هنعمل الفول المدمس بس على عين البوتاجاز. ناس كتير، أنا عملته قبل كده في القناة وهسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، بس عملته على الدماسة أو على السخان. ناس كتير بعتت لي طب لو السخان مش موجود أو السخان بيستهلك كهرباء كتير يبقى إيه الحل؟ فكرت وجبت لكم حل حلو جدا وموفر جدا وحلو قوي قوي، هيعجبكم، هيطلع معاكم الفول زي فول العربية بالظبط. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. انا عامله هنا نص كيلو فول نقعه قبليها بساعه واحده. يا جماعه ما تنقعوش الفول اكتر من ساعه، لان اكتر من ساعه هيقلب معاكي من فول لنابت، الجلده هتفصل منك من لبه الفوله في لما تنزل في الميه. معايا معلقه رز، معلقه فول مدشوش ودي حاجه مهمه جدا، والخضار اللي هنضيفه هنضيف طماطميه متقطعه وقرن فلفل حامي، وده اختياري يعني مش حاجه اجباريه. بصوا بقى، عايزة اقول لكم ان الخضار ده بيخلي الفول نكهة حلوة جدا، يعني يستحسن ما تستغنوش عنه. هنجيب الحلة اللي عندك، اي حلة بتستخدميها، انا هنا مستخدمة حلة صاج، انت اي حلة عندك ممكن تدمسي فيها الفول مفيش اي مشكلة. تجيبي كمية مية كده تكون مناسبة، يعني انا نص كيلو ده هتزودي مثلا ضعف المية، وهتصفي الفول كويس من المية، وأول ما المية تغلي هتضيفي معاها الفول على البوتاجاز على العين عادي جدا، وهتسيب المية تبدأ تغلي والفول هيرفع معاكي كله من فوق. عايزة أقولك إن الطريقة دي في تدميس الفول تقريبا كده أنا حولتلك البوتاجاز اللي هو اللي احنا بنستخدمه عادي حولته لك لسخان باختراع كده، وحاجة بسيطة هتشوفيها صدقيني لما هتعمليها هتتفاجئي من النتيجة. الفول عمره ما هيشيط معاكي، وعمر المية ما هتخلص، ومش هتبصي عليه كتير زي ما احنا بنراقبه في السخان، ومش هيستهلك معاكي بوتاجاز خالص، لان احنا هنستخدم كده كأن شمع، حاجة بسيطة جدا. هنضيف بقى الطماطم والفلفل، زي ما انتوا شايفين المية ابتدت تغلي والفول ابتدى يرفع معاكي لفوق. وعايزه اقول لك كمان ان احنا هنضيف هنا الفول المدشوش. هتقولي لي الفول المدشوش بيعمل ايه؟ معلقه الفول المدشوش ده بتخلي الفول كده يبقى معاكي زي الزبده بالظبط زي بتاع بره. عايزه اقول لك ان هي حاجه مهمه جدا ولازم تضيفيها، يعني الفول من غير الفول المدشوش مش هيبقى معاكي زي فول العربيه ابدا. بضيف معلقة رز، ومعلقة الرز دي يا جماعة بتخلي الفول يطلع تخين كده معاك، يعني يبقى زي الزبدة، تحسي ان هو ليه قوام مش سايب والمية فاصلة عن الفول، كله كده حاجة واحدة، وفي نفس الوقت هيخليها جميلة جدا. طب ايه يا ترى الحاجة اللي بتخلي الفول عندنا لونه حلو ولونه جميل؟ دي بقى هقولها لك. طب وايه يا ترى اللي هيخلي الفول يستوي معايا بسرعة وما يستهلكش بوتاجاز كتير؟ برضه دول سرين هقولهم لك. طب ازاي حلة الفول ما تشيطش معايا؟ كل الحاجات دي هوريها لك دلوقتي حاجة حاجة، وما هتقلقيش خالص، هتعملي شوية فول بالظبط بالظبط زي اللي بناكلهم من العربية. تقدري تعملي كمية كبيرة وتخزنيها، وهقولك تخزنيها زي في التلاجة من غير ما لونها يتغير. هو ده أول سر. هنضيف ربع معلقة، ربع فنجان عدس أو معلقة كبيرة من معلقة الشوربة كده نملاها عدس أصفر. العدس الاصفر لما يتحط هنا، يعني يتحط في المرحله دي، يعني نضيف الفول والخضار والرز وبعد كده الفول متشوش، واول ما يغلي كده ويعمل الريمه دي ساعتها نضيف العدس. العدس هنا يا جماعه بيخلي الفول يبقى لونه اصفر وجميل جدا، ده بقى اللي بيخلي الفول يبقى معاكي زبده ويتهري معاكي خالص وما ياخدش طيبان ابدا على الفرن. معلقه سكر، ما تقلقيش من الطعم، ما تقوليش ازاي هحط على الفول سكر، دي معلقة واحدة صغيرة، معلقة شاي صغيرة هنضيفها على الحلة بتاعت الفول. صدقيني هتجربي الطريقة دي وهتقولي يا ريتني كنت عملت الطريقة دي من زمان، لان الفول هيفرق معاكي في تدميس وحتى حجمه هيكبر معاكي. يعني لما تحطي معلقة السكر دي للفول لما تضيفيها هيبتدي الفول حتى حجمه يكبر معاكي.
دي عن البوتاجاز الصغيرة، طبعا انتوا شايفيني انا مولعاها على اقل حاجة. طب وايه يعني هتقولي هنمسك الحلة كده ونحطها وعادي؟ لا كده الحلة هتشيط منك. هتجيبي عين البوتاجاز الكبيرة الصاجة اللي من فوق دي الحديدة بتاعة عين البوتاجاز الكبيرة، وهتحطيها زي ما انا وريتك اهو على عين البوتاجاز الصغيرة. انا كده عملت لك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها السخان. طب ايه يعني الفكرة من ان انا اعمل كده؟ لو انا حطيت الحلة مباشرة على البوتاجاز ده بيخلي الحلة عندي اول حاجة تشيط من تحت، يعني اقعر الحلة من تحت يشيط. تاني حاجة بتخليني استهلك بوتاجاز كتير. تالت حاجة ما بتخليليش الفول كله يستوي مرة واحدة. طب لما انا حطيت الحديد الزهر، ما البوتاجاز ده من فوق بيتعمل من الزهر، لما انا احطه ده بيوزع الحرارة بشكل كويس جدا، كأني بالظبط عملت فكرة السخان. يعني لو انت ما عندكيش السخان البوتاجاز في سخان الفول الكهرباء في البيت، عملتي سخان بوتاجاز، حاجة حلوة وجميلة جدا. كمان الفكرة دي ممكن تستخدميها في حاجات كتير، ممكن تكون مثلا لما تسلقي الحمص، لما تسلقي اي بقوليات وفاصوليا مش عايزاها تشيط منك، او مش عايزاها تاخد سوا حلو وما تاخدش بوتاجاز كتير، تعملي الفكرة دي. ما تقلقيش، عين البوتاجاز مش هيحصل لها اي حاجة وهتبقى جميلة معاكي جدا. بعد نص ساعة شايفين هتلاقوا الفول ابتدى يكبر، يعني حجمه ابتدى يتضاعف كده، ومش هتبصي عليه كتير، يعني احنا حاطين كمية مية حلوة مش هتخلي الفول لا ينشف معاكي ولا يبوظ ولا يحصل له اي حاجة. هتلاقي الفول لونه فاتح، يعني دي حاجة حلوة مش بنلاقيها كتير. كلنا بنعاني من مشكلة ان الفول بعد ما بننزله من الدماسة لونه بيغمق. لونه بيغمق ليه؟ علشان انتي بتحطي فيه مكونات مش صح، يعني حتة انك تحطي بيكنج باودر او حتة انك تحطي بيكربونات، كل الكلام ده غلط. كل الكلام ده بيخلي الفول يبقى لونه غامق معاكي. وطبعا زي ما قلتلك اللي بيدي لون للفول هو العدس. ما تحاوليش تحطي اي الوان خالص لان دي ضاره على الصحه ومش كويسه. احنا هنحط بس ربع فنجان العدس اللي احنا حطيناه، العدس الاصفر. شايفه ده بعد 3 ساعات. طبعا الفول ده انا جايباه بلدي، لو انت جايبه الفول المستورد مش هياخد معاكي الا ساعتين بس على نار هاديه جدا جدا. عايزه اقولك كاني مش مولعه البوتاجاز خالص، مش مثلا نار عاليه. وكمان الحديده دي هتلاقيها، الحديده بتاعت العين البوتاجاز دي هتلاقيها سخنه جدا، يعني ممكن بعد ما تطفي البوتاجاز تسيبيه كمان يكمل سخونته على الحلة كده، هيبقى زي الفل. الحلة حاجة حلوة خالص، ما فيهاش اي شياط ولا حاجة لازقة، ولا زي ما انت شايفة الحلة زي الفل. الفول بقى طالع يعني زبدة، بالظبط بالظبط زي اللي بنشتريه من الشارع بره، زي فول العربية. طبعا كلنا بنحب ناكل فول العربية لان هو طري وجميل. النهاردة عملناه في البيت بطريقة حلوة جدا، زي ما انت شايفة كده انا عاملة لك طبق سلطة حلو كده متزوق وجميل، مخلل بيتي وطحينة اللي احنا هنضيفها للفول والبتنجان المخلل. كل ده هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان ما تشتريش حاجة من بره. زي ما قلت لك احنا هنعمل كل حاجة في بيتنا، مش هنشتري اي حاجة، وهنخلي حاجتنا كلها تبقى نظيفة وصحية. هعملك اول حاجة طبق الفول بتاع العربية. بيعملوه ازاي بقى؟ بيجيبوا الفول طبعا احنا بعد ما دمسناه، شايفة انا عايزة اوريكي بقى منظر الفول من جوه. بصي يعني ولا تقولي لي فول امريكان ولا غير امريكان، بصراحة احلى كمان من فول العلب، الواحدة هي بوحدتها وفي نفس الوقت مستوية جامد، يعني تقدري تقولي كده حاجة حلوة جدا بصراحة، احلى من فول السخان بكتير. بنضيف ايه بقى اضافات علشان يبقى معانا الفول طعمه زي العربية؟ بنضيف كده رشة ملح خفيفة، مش بنكتر في الملح عشان الفول احنا بنحط له برضو حاجات تانية. بنحط كمان شوية شطة، طبعا دي اختياري عشان احنا حاطين الفلفل. الكمون بصوا ده اهم حاجة، وبلاش تطحنوا الكمون قوي جدا لما تيجوا تحطوه على الفول، خلوه كده يعني مكسر سنة، ده بيخلي ريحة الفول وطعمه تحفة. طبعا ما ينفعش بقى من غير رشة الفول، رشة الزيت الحار كده زي زيت العربية ده اللي احنا بنضيفه. ممكن لو مش عندك زيت حار ممكن كمان تستخدمي زيت الذرة زي ما انت عايزة، وطبعا رشة الليمون اللي هتظبط معاك الفول. طب انا مش بحب الفول بالزيت، بحبه بالسمنة. هتعمليه نفس كده بالظبط بس هتشيل الليمون، يعني مع السمنة مش بنحط الليمون، مع الزيت بنحط الليمون. دي تتبيلة العربية اللي احنا بناكلها عامة.
طبعا بتقلبيهم كده ورغيف عيش كده وزي الفل، تبقى أكلة حلوة جدا. طب أنا بحب الفول بالطحينة، هوريكي بقى خلطة الطحينة. بس طبعا لحد دلوقتي أنا شايفة في ناس كتير ما عملتش لايك للوصفة، أنا عايزة اللايك يا جماعة للوصفة علشان بقى إيه نعلى بقى وتبقى القناة كبيرة بيكم. هنعمل الفول بإيه؟ بالطحينة. هناخد برضو كمية كده من الفول، كبشتين كده حلوين. زي مش عايزه اقول لك ريحه الفول جميله جدا، وزي ما انت شايفه اللون بتاعه فاتح مش مغمقش معانا خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف نفس المكونات، هنضيف الملح بس هنضيف ملح خفيف جدا. شايفه البتنجان ده انا عامله لك في القناه، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنرش رشة ملح خفيفة جدا، يعني أقل من العادي لأن الطحينة بيكون فيها ملح، وأنا الطحينة عملتها لكم قبل كده في القناة وهسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. طبعا الفول بالطحينة ده من أجمل أجمل الحاجات اللي ممكن تاكليها فطار، بصراحة تحفة، جميل جدا. كمان في السندوتشات بيبقى جميل ملوش حل. شايفة الطحينة برضو أنا عاملاها لك قوامها جميل، وقلت لك إزاي تحتفظي بيها أطول فترة ممكنة، وقلت لك كمان إزاي تحتفظي بيها في الثلاجة وإزاي تحتفظي بيها في الفريزر. طب عملنا كمية فول كتيرة وعايزين نحتفظ بيها. بصوا يا جماعة، الفول ما تحتفظيش بيه في اي يعني وعاء في التلاجة او كده، لا تجيبي اكياس بلاستيك تكون شفافة لونها ابيض، تحطي فيها الفول زي ما انت عايزة الكمية اللي انت عايزاها، تقسميها مثلا مرتين ثلاثة كده وترصيهم في الديب فريزر او في فريزر التلاجة، ما تحطيش الفول تحت وما تحطيش الفول في اي اطباق لان ده بيخليه يسود ويخلي طعمه يغير. دي معلومتنا كانت السريعة كده عن الفول وتخزينه وازاي دمسنا الفول في الحلة على عين البوتاجاز، وازاي عملنا عين البوتاجاز سخان كهربا في البيت. دي كانت فكرة بسيطة جدا، يا رب تكون عجبتكم، وافطار سعيد يا رب بألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ولايك حلو كده للوصفة عشان يوصلكم كل ما هو جديد وجميل في عالم الطبخ والطبيخ. تحياتي ليكم وبألف هنا وشفا وفطار سعيد عليكم.